داش بيتنا شو يكون بيتنا مسكون واحنا ما ندري؟ فل الله ولا فالت، طول عمرنا عايشين في هالبيت في حياتنا ما شفنا شيء. لا تخوفيني، قولي لي الحين من اللي سوى هالعفيسه هذه كلها؟ ما ادري، يمكن حد دش البيت من ورانا. زين متى قام ابوي بردون من السفر؟ اليوم الساعه 10 في الليل. عاد خلينا نرتب الاغراض هذه وخلينا نرتب كل شيء قبل يرجعون. بس ويت اول شيء لازم نشيك، اخاف حد في البيت. ها زين عل، انت روحي المطبخ انا بروح فوق. هاي حبيبتي ريلي على ريلك مو متحركه. زين انا بروح المطبخ انت روحي فوق ويا بعض together. زين انت اول شيء ها تشوفي غرفتك ما فيها شيء، ما حد دخلها. زين اشوف لا تزين. لا 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 نروح نتاكد ونشوف باقي الغرف. غرفه ابوي وعمور. اي ما في حد. ميرا زين لا تزين تشبلاتك شوي تزين. كاي غرفه عمر ما فيها شيء قلت لك. لا 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 انا ما بتاكد لما اشوف غرفه ابوي بعد. ها ايوه ها تاكدتي ما في نانو في البيت؟ هي ما في شيء والغرفه مرتبه، بس انا اموت وعارف منو اللي عفس الصاله عيال. زين خلينا الحين ندخن البيت. اقول لك ميرو، شو رايك نروح نحط ورود في الصاله؟ ولا قلت لا 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 مو بشيء. شو رايك نحط ورده على شبريت كل حد فينا نحط شيء ورده واحده على شبريت عمور على شبريت بابا؟ شو رايك؟ تبين نسوي نفس الفنادق؟ ما تحسين حركه حلوه؟ حلو، يلا قومي خلينا نروح نشتري ورود ونرجع قبل ان تاخر. يلا اوكي. تعالي نسينا سله الفواكه. اي سله الفواكه اللي حطتنا عمتي نسيناها في السياره. وي خلينا نسير الفواكه قبل تعفن. يلا قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ ميرو قلت لك ان في شيء في البيت بس انت مو مصدقتني. ايش فيك انت مصدق ان البيت مسكون؟ ما في شيء عيل. هالصوت من وين اختي؟ صوت من وين؟ زين خلينا نشوف المطبخ شنو فيه. لا 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 حبيبتي لا بشبر ولا باخذ خطوه واحده. اقول لك نطلع من البيت. ايش فيك؟ يمكن قطوه داخل، خلينا نشوف. ما
لا لا انا مو بسايره وياك كذي بروحك، انا مو بسايره وياك. خلي بس انا بروحي، تعالي لا تخافين. ميرو ميرو الحين انت مو بخير، ليش تجدميني؟ احنا سلمكم الله البارحه وصلنا، عاد قلنا يعني شو نسوي؟ نرتب البيت ونعدله علشان نسوي لكم مفاجاه. هي ما شاء الله تبارك الرحمن، وايد البيت كان نظيف، صدق سويتوا لنا مفاجاه. سود الله وجوهكم، طيحتوا قلوبنا، ايش فيكم؟ عاد كلمونا خبرونا قبل لا تجون. ميري ميري، كيف نخبركم اذا هي مفاجاه؟ ما يصير. زين كيف دخلتوا؟ بس ابي اعرف كيف. كيف بعد؟ من باب الجراج؟ وانتوا نسيتوا ان عندنا مفتاح الملحق ومفتاح المطبخ من برا؟ ايوه الحين بينت السالفه. اي سالفه؟ خوفتونا، حسبنا ان البيت مسكون. بيتكم مسكون؟ انا حسيت لان الجن يسوي لك قشعري وشعري يمك يكشر لك، انت ما تشوفه. لا لا يسفو، انا اقول نشيل قشنا وناخذ طريقنا ونمشي نمشي نمشي من هالبيت، يبقى بروحنا فينا نهثله وبعدين انوى. لا اكملت السالفه. انتوا اليونان وانتوا اليونان واللي سكنتوا البيت. سكنهم سكنهم في مساكنهم. يعني نحن الحين ينانوا اللي يسكنوا في البيت. هي والحمد لله انه ماشي غيركم. بصراحه احنا يعني كنا ناويين نسوي لكم سبرايت. سبرايت يعني سبرايز؟ ما ادري، بس يعني كنا نبي نسوي لكم رعب ونخرعكم عشان تشردون من البيت. حسبي الله على ابليسكم، تباهم من يوصلون من السفر سيده تزيخهم. انزين بس سمعوا، أنا وشيخو بنصير نشتري ورود، نبي واحد منكم يروح معنا السيارة يجيب سلة الفواكه. واسمعوني زين ما زين، إحنا إيدينا تكسرت وإحنا نحكك وننظف في الصالة، بليز أترجاكم لا توسخون الصالة ولا تجيسون شيء في الصالة، والمطبخ من تخلصون أكلكم شيلوا الصحون وغسلوه. مع مساعد ما تحب الفوضى، من تخلصون روحوا الملحق. عفا عليك، أبشري أبشري بعز الشيخو، ما تردون إلا كل شيء تمام التمام. ان شاء الله. زين يلا نبي واحد ويانا. عبد الرحمن سير، انا بتم حارس في البيت. وليش انت محارس؟ انا ما اشوف، انت روح شيل. انا في ناس اكرههم هني. خلاص خلاص يا عم، روح اقول لك عن الكرتون. وين فيني شد اشيل الكرتون؟ انت روح شيله وانا بغسل الصحون في المطبخ. يلا الهي يطلع لك جني. يلا عاد يعني احنا اللي ميتين عليكم. يلا الحمد لله على السلامه، تو ما نور البيت. وين اخواني؟ متى وصلتوا؟ لون سافرنا الشوق رجعنا، حب الوطن غالي والعيش في جنة. بلادكم حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. بلادكم حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. هلا هلا باخواني، هلا بيسفوح عمني. اي هلا، المفروض قولي لنا الحمد لله على سلامتكم. انتوا قولوا لنا الحمد لله على السلامه، احنا نقول لكم نحن جايين من السفر ولا انتوا؟ الحمد لله على سلامتكم اختي. الله يسلمكم، ليش ما قلتوا لنا انتوا بتجون؟ حبينا نسويها مفاجاه. وي يا حلوكم. خميس الخامس عشر، تفضل ابوي نورت البيت. السلام عليكم. الله 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 خميس، الله 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 الله، منو خميس؟ خميس ما شاء الله مهرجان مستوي، ودر السردار بدل شو مستوي. خميس ما شاء الله عليه صراحة، لب صراحة ديني صراحة. خميس يا أبو البيض، أبو البيض من متى ما شفتك يا أبو البيض؟ هلا هلا والله. هذا كبو حد يستقبله بورد، هذا تستقبله بطماط خايس على هذا بدل الخايس هذا. كل بالبيت معلي. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم من كل شر. ما شاء الله عليك صاير حلو، ما عرفتك. عبالي أميتة بكان. ايش رايك؟ شغل عدل. زين عمو، شو سفرتكم؟ سفرتنا سلي عنها عمور، ما تمت صوره ما اخذها لنا، استانسنا على ذاك الجو. اي والله استانسنا، انا صراحه اشتكت لغرفتي وايد، بسير لها احسن. هي عمور سير ريح. عمو سعاد بابا، ايش رايكم انتم بعد تريحون وبعدين لاحقين على السوالف؟ اي صادق، بس يصير انا بعد شويه اشيل المهرجان وي. يا خميس لو سمحت. نعم تفضل. حكي؟ اي نعم صدق. تفضل.
أخجلتني الحقيقة. تستاهل أكثر، كلها من خيرك، كلها من خيرك. وايد ذوق صحيح. لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الرنق ماله؟ لا لا لا، اطلع ارجع نفسي، ارجع نفسي. يا حليلك صايرين زقرت زقرت ما شاء الله عليكم. زين ابوي غداكم ترى من عند عمتي ام احمد، تقول لكم الحمد لله على السلامة. الله يسلمها من الشر، الله يبارك فيها. شكرا شكرا، بارك الله فيك، سلمي عليها وايد. اسمحوا لنا عاد نغير ثيابنا ونيونيلس ونسولف وياكم. عاد تصدقون يا بنات، وحشني مطبخي، وحشوني صحوني، قفوشي، بهاراتي، كل شيء وحشني في المطبخ. لا والله عمو، اشتقتي حق كل هالاشياء، واحنا الفقاره ما اشتقتي لنا. يا بعد عمري، انتو الخير والبركه، هذا ما يبي له حكي. وي عاد عمو، كله سفرتكم اسبوعين، هالكثر اشتقتي حق مطبخك. والله صدقين في ناس اذا سافرت اسبوع اسبوعين تحن حق الديره، تبي متى بس ترجع. ومستغربة من هالناس اللي يروحون بالأشهر ما يحنون ويردون. ويا عمو عمو، التعود، نحن عيال فقر، لأن ما نسافر ما نقدر نصبر أكثر من أسبوع برا البلاد. لا والله، هذو ريلة أحمد ولد فقر، أشوفه من شهر ونص مسافر ولا حن ولا رجع. شيخو شيخو، شو قصدك يعني؟ يعني يمكن يكون هناك مستانس وما يبغي يرجع البلاد. قول له تقول له تقول له وليش ما تقول له انت؟ انا اخاك قلت خليني انا كله قدام وين المدفع كله. انتوا الحين ايش عندكم؟ انتوا تتساسرون ايش تبون؟ لا بس لعل ذي الدعل اللي يمي ان خميس احنا بغينا نطلب منك طلب. امره دللوا. لا امر عليك عدو، جزاك الله خير. انا ويوسف نقول يعني لو يعني نرجع حجرتنا الاوليه يومين بس لما يرجع شلبي. يا خميس صراحة الملحق هذا صار موحش يعني، صديق حمان يعني، يعني ما بقادرين نعيش بروحنا هناك وربيعنا ما حد يعني. وكل ما ينا نبي نرقد نشوف صورة شلبي قدامنا، فنقعد نتذكره ونصيح وتطير النودة من عيننا. حشا يا ابوكم، هذا مو بشلب، شبح هذا. يعني أقولها يعني نحن نستأذنك، وبعد إذنك يا ود خالي يا تاج راسي يا عيني يا مرحبا ويا هلا ويا غلا فيك، أنت ريال أصيل، أنت ريال حبيبي. يعني نستأذنك إنك يعني نركض في الحجرة يومين، حجرة الأولية ليه ما يرده يعني، باجي الأسبوعين بس خلاص. ممكن تبي تقول شيء؟ ما في شيء؟ زين نفترض فرضيا إن الريال ما رجع، شو بتسوي؟ شو ما رجع يا خميس الله يهديك؟ خميس عاد انت لا تقعد تتبطط، ترى الريال بيقعد شهر وطافن اسبوعين، باجي اسبوعين سلام عليكم الريال بي كيف ما بيرجع؟ اقول فرضا، افرضوا فرضا فرضا فرضيه المساله. زين افرضوا انه مات، شو بتسوون؟ ما بتعيشون من غيره؟ انت ايش حقك تفول على الريال؟ مو بزين عليك كذي، مو بزين. اقول لك فرضا فرضا، افرضوا افرضوا طاح في النيل غرق مات، يعني شو بتسوون؟ ما يا الريال بتبون يارسين في الحجرة هذه؟ خميس الله يخليك خميس، يعني الريال صار بين عيش وملح، يعني ليش تدعي عليه؟ مو بزين عليك ترى ريال مسلم. خله خله كله في ذمته، خله شو هتدعي عليه وما تدعي عليه؟ تشبلاكم. انا اقول اذا الريال مايا اشتغل في مصر وتم هناك، بتبون تيارسين في هذه الحجرة؟ يعني يمكن كده يمكن؟ اي والملحق انا مسوينه حق منو؟ حق جدتي؟ يا اخي اجره من زين الملحق، الملحق الملحق ذليتنا عليه. انت بكيفك اجره بكيفك؟ لا ما اجره، وبتبون انتم جالسين هناك وترك عنكم الدلع عاد. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ابوي بشر شو صار؟ الامور طيبه ابوي، ان شاء الله الاسبوع الجاي بنبدا دراسه. ها عمر بشرني، حصل حد ويا ربعك ولا بروحك؟ لا لا حصلت ثلاثه اربعه من ايام الدراسه. انت ايه بلاش مبرطمه، تراني اسولف وياك ما في شيء صدق. شيخو حتى لو كلامك مسح بس صح. لا والله
يما انتي تعرفين احمد احسن عني، الريال وعليه صار شغل مو بسياحه. وش دراني انا الحين، يمكن محصل له وحده ومستانس معاناك. ويردين على السالفه مره ثانيه. شيخو شيخو انتي ما تعرفين احمد كثر ما اعرفه انا، اكيد الحين طايح له على وحده شقره. لا والله، اذا يحب الشقر ترى في البلاد بعد شيء شقر. بس هني انا وحياتك شميه ودت من هني. ميرو الحقي على ريلك، ريلك عنده وحده قاعد يخونك. شيخو 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 شو قصدك يعني؟ شيخو احساسي انا صح؟ اي احساسي بطيخ، بلاش انت عفاني الله، ما حد يسولف وياك بس عاد. ما عليه ما عليه، براوي ما اكون انا ميره، براوي انت بس خلي يرجع البلاد اول شيء. ها خطه رقم اربعه، خطه رقم اربعه، اوكي خطه رقم اربعه. زين فهمنا، بس خطه رقم اربعه شو هي؟ ها تحيدين خطه رقم ثلاثه؟ ايه خطه رقم اربعه الله يسلمك نفسها بس بالعكس. خطه رقم ثلاثه كسر خاطري بعد، وين اربعه؟ الله يكون في عونك يا احمد، لو عنك ما ارد البلاد. اذا تقدر تحصل جروب ينشد في الظهر في الجامعة، أي بما معنى يوقف معاك في السراء والضراء. ولازم تختار دكتور في الجامعة يكون له كلمة، سمعتني؟ وكل يوم تودي له ريوك يبنوا يام ومشاوة ترس له بطنه. إذا قدرت تعزمه على الغداء بالذات إذا ماله يكون وايد أحسن. وكل ما تشوفه قل له ترى أبوي يسلم عليك. حتى المشرف مالكم حاول الضبطه وتكون معاه كول. شوف واذا قال لك اي شيء لا تزعل منه، اذا ضربك لا تقول شيء، اذا شق ملابسك، اذا كفاك، اذا صدقك لا تقول شيء. ان شاء الله، ودائما امدحه قدامه وراه. هذا الحين اني صوب البنات. لا مو بنات، هاي جامعه اولاد بس. بس اولاد؟ ايش دعوه جامعه عسكريه يدرس فيها؟ ترى هو الله يهدي مختار الجامعة مال أولاد. لا عيل أبشرك من الحين أقول لك أنت واحد راسب. ليش بالله يرسب؟ أصلا من ينجح الشباب غير البنات؟ في هذه صدقتي أخوي. اسمع بوي، إذا تعرفت لك على وحدة تكون زميلة الدراسة، بس أهم شيء أن البنت هذه تكون متينة أحسن لك. صدق، لأن الحلوات ما في مخ، تفكيرهم في المكياج والملابس والأنستا والسناب وبس. لكن الامكان يعرفون إن ما في أمل، فمن كذي يشتغلون على روحهم ويدرسون. ما شاء الله عليك، أنت دكتور، أنت مفروض تدرس أنت. اسمعني كلامه صح، فلنفترض لازم تكون عندك خط رجعة، يمكن هذه البنية حبتك. أول ما تنجح قول لها لا أنا ما أقدر أتزوجك لأنه أهلي خاطبين لبنت عمي، وما أقدر أرد لهم طلب، وبالذات أبوي لأنه أبوي مريض وفي القلب أخاف يموت في أي لحظة. تفضل. أنا أول مرة أسمع نصايح وإرشادات وتعليمات حق الجامعة بهالشكل. أنتوا تحضرون جن ولا تقولوا لي نصايح؟ شوها؟ علشان كذي ناجحين في حياتهم، علشان كذي متوفقين، علشان كذي مشغولين. شوف 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 الشغل اللي هم فيه. متينة ها؟ متينة؟ خف علينا يا الرشيق، ما يحتاج على الأجسام هذه. برا 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 برا، شوفوا اتدخلوا في كل شيء إلا عيالي. عيالي مالكم شغل فيهم، وبالذات عمور، ونصايحكم خلوها لكم. تسمعون؟ صدق خماسه ما في خير، وش فيها يعني اذا رقدنا في حجرتنا الاوليه؟ ايش فيها؟ يا الله انت وايد حساس اخوي، بلاك تجري. اهدى انت، قلبك رجيج يوم كنت صغير، انا عارفك ما تتحمل، بس ترى الريال ما حق. يمكن ميرا هناك عنده في البيت في الحجره ما يستوي. ميرا ايه بس يا يوسف الله يهداك، بعد تذكر قبل يوم كنا نرقد في حجرتنا الاوليه ميرا كانت في البيت، بعدين ايش دخل ميرا؟ هي اصلا ترقد في حجر شيخو. يا ريتني انا كنت اكبر عنك، والله كنت بربيك عدل. بابا اقول لك شيء، شو رايك يصير ارقد في السياره؟
وش حدنا؟ تبي ان نموت من الحر؟ لا حول ولا قوة الا خلنا ابوي نعد لين 10 سمعت مني؟ وبنرقد وبننسى الموضوع كله وبتنيش بتحس انك انسان ثاني. يلا نعد ونغمض اوكي؟ يلا 1 2 3 غمض انسى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا هاي بلاكم بلاكم شو مستوي عليكم يا ابوي بدل ما تعدون عشان ترقدون اقروا لكم شيء من اللي حافظينه من القران خميسة متهنية ما حسينا بجودك لهالدرجة انت يعني مش مهم في حياتنا ما حسيت فيك ابدا يعني مغمض عيني انت لهالدرجة شو مو مهم في حياة الاخرين يعني تعرف لهالدرجة انت ما شاء الله مشيتك خفيفة زين مو مهم في حياتك انا ما ابغي اكون مهم في حياتك انا موجود هنا من رقم واحد من رقم واحد وش لسك قاعد تطمش علينا المفروض يعني تقرا تقول لنا قصة عشان تسلينا ونرقد احنا اثنين اخباي اللي قدامي يعني سطبش ايش حق بعد اوعيكم خميس يعني بس لك انت احنا شو شايف ان انت مسبله قدامك دحين دحين ترى ناس نحس ترى من قلب الدب ها عيب عليك اقول لك شيء تعال لسنا ويانا وندق عد ابوي وبعدين اقول انتم الظاهر انتم ملانين وحالتكم على الله واصلين حدكم قوموا تلبسوا وتلبسوا بوديكم القهوه عند الشباب هناك يلا بس يلا انا ابغي بايله ابغي بايله اليوم اليوم ابغي بايله 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 نخي بايله دورتي وين أبيك أن دورها يلا أقول لك الجواب خلص وين خميس تعالوا خميس واحد خميس ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة السلام عليكم السلام هلا 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 بالربيع هلا صديقي هلا ربيع انا كيف حالكم الله رافعين مثل ما انتم هلا 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 الحمد لله على سلامتك الله يسلمكم هلا هلا ما قلتوا لي شو اخبار هل البحرين هل البحرين كلهم يسلمون عليكم الله يسلمك جبنا لكم بعد سمبوسه حلوه ومتاي يا سلام سامحونا على الكسور تستاهلون اكثر عدنا اموت على شيء اسمه السمبروس سمبروس قصدك السمبوسه الحلوه هي عاد الله يا جماعه الخير يعني حد يصير البحرين وما يستانس يلا وناسه طيبين اهل البحرين في الدنيا تم حلات تم استاهلون تستاهلون تستاهلون يسعد انت شفتنا انا بعد انساكم ها ربعي عفا عليكم يفلكم دهن العود هذاك الطيب كل واحد جايب له نص طول عاد سامحوني بعد عندكم ابو خلفان واحمد يلا يلا ما شاء الله ربيع عندك اشوف ما شاء الله جايب حق ربعك دهن عود انا واخوي ما يبدل له صديق ابوي مقيوله قنبرومه بالحساب قنبرومه دراني هذا واحد اكيد ما يبوا له دهن عود اي وضحتونا ايش بلاكم قنبروا ما في الحساب قنبروا ما في الحساب اغراضكم عند اختكم انا هي ما اعطتكم انا شيء خصبي هل سعاد الاغراض هي عيب لك انت ويا وعدهي هل سعاد يو فضحته هي فضحته اسكت قهوة شي عليكم بوي ها امكم بالبيت واخدكم واخدكم هي اللي تسوي لكم كل شيء ما بنحن ثلاثة معتمدين على 15 والله العظيم انت ايش بلاك كلمة الاوادم تقوم تذهبت بلاك انت تعال خميس ما قلت لي ايش اخبار بمبي ايش اخبار هي الاولية والله بمبي يا اخي حلوة اي والله مثل بس انا طليتها مرة 3 ايام بس وطلعت برا فوق سفونة بتقني هناك بعدين اخذنا شوية جدا ميسور يعني هي اخذت لها بيايين طيب كيف كان الجو عندكم طقس جاي الجو عندكم كيف يعني كان طقس لا كان جو طقس فوق وين بسكنين فوق الليبل الطقس كان جو لكن تحت عندهم الجو حر 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 لأن يمكن تعرف نتيجة انحرق تاج محل عشان كذي حر كان عندهم تاج محل
أبوك حرق التاج من وين جبت الأخبار؟ وين انسرق؟ تاج محل. أنت تعال أنت يمكن تاج محل شو يسرق شو يحرق تاج محل مثل ما هو ناق. وين وين قلابة رود؟ إيه. ورا منها صوب البحر تاج محل ميانس ناقم جاب من بوابة الهند يا زين يا سادي جناح. تركوا عنكم الحين هالسوالف هذه. الكيرم وينه؟ ما لكم نية تلعبون؟ تلعب كيرم يا عيل تاج محل يقول لك مسروق. وين أخبار وين تيجي ما يعني.